السلطة القضائية المستقلة بوثيقة رجعوا الدستور أعلى وثيقة وأسوأ وثيقة قانونية في البلاد. أكثر من هذا يمنع كل تدخل في قضايا عضو القضاء، وأي تدخل يرتب في حق المتدخل العقاب، بل أكثر من هذا حتى القاضي بنفسه حياده على الاستقرار والتجرد يرتب المساءلة. إذا هذا الموضوع يسدوه ماشي ولا للفن، راه كيما أنت كتدافع على حقوق الطفل كاينين جمعيات كتدافع على حقوق المتهم، حقوق المتهم كرسها الدستور. لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في حالات وتبقى للإجراءات التي ينص عليها القانون، مادة 23 قرينة البراءة في الدستور، قرينة البراءة في المادة الأولى والقانون صار جنائيا. الشك يفسر فائدة المتهم، هذه كلها ضمانات حقوقية مجانا، هذه في المجتمع الحقوقي كي يدافع على حق المتهم في المحاكمة العادلة وفي الكريس. هذه الحقائق القانونية الذي لا نحيد عنها. طيب إيه في المشكور الصنف من مفهوم القناعة الذاتية عند القاضي الجرحي حتى لا يساق كلام كثير. مفهوم البراءة حكم القضائي ينتهي إليه القاضي، لماذا؟ لانعدام إسلام، ماشي دائما الإتمام، ردوا البال. راه بعض الأحيان تكون عناصر تكوينية مؤسسة لك الفعل غير قائمة ويتبدأ عنها التصريح وراء الانعدام عناصر تكوينية ديال ديك الجرحى أو ديك الجريمة جناية، وتصرح المحكمة بالبراءة ليس للانعدام الإسلامي. نرجعوا للحق ديالنا اللي هو حق النقاش ديال الأطفال. هذه جريمة القاضي اللي كيطلع من النزاع باش نجيو الواقع الأهل قلت له كاين بعض التصريح. ويؤسفني أنني هنا المسألة هذا الشيء مابغيش نهضر فيه. علاش؟ من الأول حاول نروح إشارة إلى أن خص الإنسان يضبط المفاهيم القانونية باش إلا بغى يناقش مع رجل القانون يعرف كيفاش يناقش. حنا مكنعطاش لنا فرصة باش نناقشوا بزاف، حنا عندنا أحكام كنصبروا ونتعاطى، ولكن أنا الأول باش نوضحوا هذه المسائل. جريمة الاعتداء على الأطفال جنسيا هذا كان طلب مسكوت عنه، ماشي ما كانش من نص الشريعة كاين، ولكن راه ما كاينش وسائل لإثبات هذه الجرائم. كيبدا القضاء يجتهد في إطار القرار ولا يعطيك مالا نازية سليمان غير باش ما تقولوش راه القضاء هو اللي في البراءة. هذا واحد الطفل صغير كان هو واحد الطفل آخر في حالة كبير واحد السن مشى واحد خلى الطفل معاه ارتكب في حقه اعتداء جنسي، جا باه الطفل مشى للوكيل العام تمت متابعة هذا الشخص وتمت إدانته استنادا لقرينة. ما نبقى عليكم حيت هي باش تفهموا بأن القضاء ماشي جالس كيعطي البراءة فرضا. فرار المتهم، هذا السيد مشى غاضب عقب حدود الجريمة لمدة تزيد عن شهرين عن منزله وعن تجارته إلى أن وقع إلقاء القبض عليه، وطبعوا قرينة قوية تؤكد أنه ارتكب جريمة هتك عاد قاصر بالعنف. قال راه قايدي، ولكن هذا القرائن بعض الأحيان ما كتكونش، راه قايد لكم الباب كيحكم وانتم عاود الخور مع خور، واش غادي نشد خور؟ واش غادي نشد الأخ ديالي هذا الزوج ديالي؟ واش غادي نشد يمكن الأخ ديالك هذا الزوج ديالك؟ راه ما يمكنش نشد فيه. لذلك تصعب هذه الجريمة في الإسلام. مشروع القانون الجناية هو خدام، رفع هذه الجريمة ويعتبرها جناية باش نعطي تفصيلات الناس يطرحوا السؤال ما بين الجرحى والجناية. بصيحة الجرحى هي واحد الفعل أقصى مدة العقاب فيه هي 5 سنوات، والجناية من 5 سنوات إلى الإعدام. بعض الأحيان كنلقاو فعل معاقب عليه 10 سنين ولكنه جرحى على المخدرات، مش اللي يعتبروا جرحى. الفرق بين هذا العياض بعنف وبين دون عنف، هتك العياض كما قلت كل مكان جسم الإنسان كان مسلول ويخرج قطع من ثياب ديالها ويكشف عوارضها، هذا هتك العياض. يقترن بالعنف لأوساط متعددة، العنف ماشي العنف اللي خصو يكون القطار، لأن العنف
ما هو قانون الجنائي أو عمية وما يعني قانون الجنائي، ولكن الفلوم أخطأها. نعطيك على سبيل المثال، ما نريد يعطيني شخص كيخدرو وكيرتكب في حقه اعتداء جنسي، هذا يعتبر عنف عرقي بعنف. علاش؟ لأنها الرضا ديال هذاك المجني هذا غير متحقق، ديما عنصر الرضا هو المفصل في هذه الجريمة. واحد الإنسان استغل النون العميق ديال واحد الإنسان وانتهج الحومة ديالو، هذا ارتكب جنائي جنحا هذاك عرق بعنف، وتختلف بحسب ذلك أن هناك قاصر أو قاصر. ومن ثم الفساد راه المجتمع اللي فساد. أنا كاين شي واحد يقول لك أنا ليا الفلوس، أنا نقول لها غنتحمل فيها المسؤولية الكاملة. اللي فاسد هو المجتمع، هو اللي كيهز الفلوس كيمشي يخدم على من يعطيهم. أعطوني أنا شوية عمرو جا شي حد طخ عليه قال لها الفلوس باش تطلق لي مدير، أرا هي الفلوس باش ندوز لك عملية، ما كاينش هادشي، راه المجتمع اللي فاسد. وهذه حقيقة حتى واحد ما يقولها. وكنتحدى على شي واحد هنا في تيزيد تقول شي قاضي في تيزيد فاسد، نتحدى اللي كاين عندنا واقع بالضروره اشكالات قانونيه مرتبطه بالاجهادات، مرتبطه بوقائع مسكوت عنها. واحد يشوف جريمه ما يمشيش شادي، راه حوالي تصير بسيطه تقول واحد واش شي وقع ولا لا، وراه كان حداه غطا قلبي اللي فيه السيد ضاربو وقتلو وقطع عليه رجليه وخضر وراه. نجيو الواقع ديال هذا بعدا الناس اللي كيناقشوا هاد الواقع ديال هذا خصهم يتفاوضوا ويجلسوا شويه. راه من العين والعارم عند المسؤول راحي في هذا الشكل يمنع اي تدخل في القرار. ونجيو حنا نبقاو نتكلموا على هذا السيد خصو ياخذ الاعدام، واحكم دار نفس بلاصه القاضي. ما السيد جيب دار نفس بلاصه واحكم، راه السيد متابع اخطاء النيابه العامه تتابعه في حاله صراحه وفي حاله اعتقال. هذا ماشي يقول مفصلي، هذا السيد دافع عنها بحال اعتقال وجبت المراه في حقه. نقول النيابه العامه ما لكش تابعتي بحال اعتقال عظيم، جيتي واحد 15 يوم ظلمه وما ندرك. اذا هذه المساله سابقه الاوليه ومن العين والعار ان نبقاو نناقشوا فيها. يؤسفني انني لا نناقش وحدي لا في دار المحكمه، القضاة طلقوا ولادهم طلقوا ولادنا وطلقوا ولادكم انتم، واش هذا ولدي خاص علينا؟ هذه الجمعيه تدافع على حق الطفل، ولد القاضي ولا ولد المسؤول ولا ولد الشعب.